رجعنا باخر فقره من حلقه هون وبس الليله واخر ضيفه واخر نجمه واخر عملاقه يا ابو جيك. لك بدي اقول لك شغله، انا صار لي شي شهرين ثلاثه على القليله عم بحاول استضيف ضيفه من العراق، ضيفه من العراق. شو بدي اقول لك؟ يعني اذا قلت زلزال اي كلمه زلزال عن فنان هي اكثر من زلزال. اذا قلت لك نجمه بقدراتها الصوتيه وبادائها هي اكثر من نجمه. شو بدي اقول لك؟ بقول لك مثلا صوت جبار مخيف ما له مثيل على الساحه. ايه فعلا صوت جبار مخيف ما له مثيل على الساحه. جحافل جحافل يا وجيك، لما تغني بتحس عليك هاجم عليك جيش من الفنانين وجيش من النوتات وجيش من شو بدي اقول لك من كل شيء، من الطبقات الصوتيه. قصه كبيره يعني، طلعت من برنامج مواهب، ولكن بوقتها اعتبر انه هذا الاكتشاف من العراق اكتشاف الاكتشافات. بدي اسمع زقفه كثير كبيره للي رح ينزل دموعنا الليلة من قوة صوته ومن جمال صوته ومن فرادة صوته، لأنه ما في منه كتير. زقفة كتير كبيرة للحنون الرائعة الجبارة دموع تحسين. الله يا دموع حبيبي. الله على صوتك، الله على صوتك بسيارتي. لما احط دموع تحسين بفوت بمسيره دموع تحسين وباغاني دموع تحسين ما بتعود تخلص الخبريه. دول عينك. شو هي هاي؟ دول عينك. فدول عينك. ايه؟ يعني تعبير عن محبه اكيد. يعني بدي اجاملك شو هلا انا قد ما بدي اجاملك يقبرني العراقي انا واللفظ العراقي. ليك ملا فنانه ابو جيك، انت بتعرف دموع؟ انت سامع دموع؟ طبعا دموع. انت من وين هذا الصوت؟ يعني مين بعائلتك؟ من مين ورثتي؟ من وين جبتي؟ من وين بيطلع؟ شو القصة؟ والله هي موهبة يعني، بس احنا بالعائلة عندنا يعني وانا صغيرة اسمع يعني عندي خالتي مش الكبيرة الوسطانية صوتها حلو. صوتها حلو. وخالي الكبير صوتها حلو. يعني من ميلة امك. وعندك اهل والدي، عندي ولد عمامي كلهم فنانين. هلا العراقيين يبدو انه بيخلقوا فنانين. طيب الكورونا كورونا نعم. بتقول الكورونا فادتك، كل الهتات اللي عم نحكي عنهم صاروا بوقت كورونا. صحيح. ما هيك؟ وين كنت بكورونا؟ وين كنت عايشه؟ في دبي. انت عايشه بدبي؟ مستقره بدبي. انت مستقره بدبي. نعم. بس بفوت على الانستغرام تبعك يبدو انه اكثر حفلاتك بامريكا. كثير بتغني بامريكا. عملت تور. اي كان عندي تور بامريكا وكندا. اوكي. عملت شيء 7-8 حفلات. خبريني انت من الليل القلائل اللي خرجوا من ذا فويس صار عندهم مسيرة، يعني أكثرية اللي تخرجوا من برامج المواهب ما صار عندهم، يعني اختفوا، شو سرك دموع؟ شوف أي سنة أول شيء أي ذا فويس؟ 18-19 يعني صاروا اليوم تقريباً 4 سنين 3 سنين 4 سنين تقريباً. إيه شو نعم. سرك؟ يعني أنا أفكر بهذا الموضوع دائماً، أعتقد حسب يعني رأيي الشخصي إنه يمكن أنا لين ما وقعت مع الشركة نفسها واعتمدت على نفسي بعدين يعني صارت الإنتاجات خاصة. بس هيدا شو لك شو هالشيء الغريب إنه اللي بتبنيه اللي بتتبنيه الشركة المنتجة تبع ذا فويس ما بيقلع، واللي بيترك الشركة واليوم دموع بتنتج لنفسها بتطير. إنه ليش شو يعني أنت برأيك شو الضوابط اللي بتحكمك؟ ممكن كثرة الفنانين بهذه الشركة بتأخر مثلا دعمهم لهذا الشخص، بيكون عندهم الوقت أكثر المخصص من فنان لك صغير. نعم بالضبط، فتكون مساحة اللي ياخذها بالفن او مساحة عملت بتصغر وتقل، فما يكون تسليط الضوء عليه. لما تكون انت وحدك تشتغل، يعني انا بعد ذا فويس عملت عملين شوية ضربوا شوية لهن. عملت سديت بابك وعملت الهوى الهاب. اوكي ما كثير ضربوا بعد اللي نعم، لكن الهوى الهاب هسه حاليا قدت تنسمع يعني وصلت تقريبا 37-38 مليون. انت هاي القليلة عندك، يعني الخفيفة عندك 37-38 مليون. يعني قد شعب لبنان على 10 مرات. لا حلو، شغل حلو. اي يعني بس بعدها انا اقول لك لما اني قررت اني اختار الاغاني صرت اختار بنفسي. بوقتها هني كانوا يختاروا لي. لا قبل كنت اسمع مثلا الموزع الملحن، اسمع اصدقائي اخذ رايي. اوكي لما صار القرار كله لما إليك. صرت اول ما اخذتها هي انا اللي اختاريتها. انت اخترتيها بعد اني والملحن وهاي. يعني من مين اخذتيها هي؟ ها هي من سيف عامر. اليوم انت بتميلي للشجن، بتميلي للمواويل، ما هيك بتميلي للبقامات، الفن العراقي الاصيل. نعم. شو رايك نبلش بموال ورا غنيه؟ بس يعني خدي راحتك بالموال، خدي مجدك بالموال. انا هون اعتبريني مش مقدم برامج، اعتبريني جاي احضرك وبدي انبسط. سامع دموع قبل؟ اسمع. سمع.
قطعت الظن بيك وما اخذتني وياك، لو ما اخذني يهون علي من ظلتي، انا بعدك خشب قصد العيل من شار، وذبوني حطب للنار تاكلني. يا ابويا الاخو ما فات هذا اليوم، ثقل بي الزمان وشالني وذبني، تمنيتك عدل يا ابويا وانت تشوف، طشرني الزمان وما حد يلمني. انا قست صغيرة بطول هاي القاع، صديق من الطفولة وعرب سالفتي، تمنيتك عدل يا ابويا وانت تشوف، طشرني الزمان وما حد يلمني. موال هلا بلغ النية اول شيء، بس اعطيني وحدة يا ليل يا ليل، بس هيك بس بسمع صوتك يعني، بس بدي اسمع يا ليل يا عين، بس صوتك يا اختي شو يعني، شو هالصوت هيدا؟ بعدين بتغني براحة يعني هيك كأنه ما بتعملي مجهود، يعني صوتك ما بيعمل مجهود. لا مرات اعمل مجهود اكيد طبعا في اغاني. اعطيني وحدة يا ليل، بس يا ليل يا عين، بس هيك يا ليل يا عين، بس يا ليل يا عين بالمصري ولا شو؟ مثل ما انت بترتاحي، شو بتقولوا انتم بال يلا حجاز حجاز. شو هي يا ويلة ويلك دبحتينا، لك أبشعر بدني كتير هالآن. طب شو قصة الدموع؟ شو قصة اسمك؟ مين سميك دموع؟ اسمي بيبيتي سمتني. مين؟ بيبيتي. بيبيتي؟ يعني أم أمي. ستك؟ ستي. يعني تيتيتي؟ بالضبط. نحن نقول تيتيتي، أنت شو تقولي؟ بيبيتي. بيبيتي؟ ايه. نحن تيتيتي. ايه. صح تيتي تيتيتي. نحن تيتيتي. ايه بالضبط. أنت بيبيتي. بيبيتي. فرق صح. حرف يعني بسيطة. نعم. ايه. شو عملتك؟ ليه سمتك بيبيتي؟ جيت كان في يعني مثل الحرب بالواحد تسعين طبعا، فالوقت اللي جيت فيه كان جيران أهلي بنتهم متوفية جديد يعني أوف. اسمها دموع والله، فهم كانوا يريد يسموني نفس اسمها بس بالكردي، يسموني فرميسك. شو؟ فرميسك مولينكس؟ فرميكس. فرميكس أوكي. فرميسك. فرميسك يعني دموع. ايه مش ماشي ميكس، سوري فيرميكس. اوكي فيرميكس صار حبوب ادويه سويتها. ايه فيرميكسين. فيرميكسين. فيرميكسول خلاص هاي. ايه اموكسينين وفضايح. اوكي حبوب تحسين يعني بالضبط. ايه ف لا قرروا انه يسموني بالعربي دموع. دموع فسميت على ايه زمطتي الفنانه فيرميكس تحسين. ايوه تخيل كل الوقت هون شو فيرميكس. ايه فيرميكس معك رشته ولا معك رشته؟ شو بتقلي انت دغري سيرو ولا حبوب؟ دغري بتصير تقلي بتصير تقلي سيرو ولا حبوب. طيب بس توجتي باللعب قلتي ما بدي اعمل مثل ديانا كارازون، وقصدي كان انه ما بدي اعمل عمليه لافقد الوزن، هيك قصدك؟ لانه سالتني يعني قالت لي انه ديانا عملت هيك بدك تعملي. انت ليش ضد عمليات التنحيف؟ شوف انا طلعت على العالم بهذه الصوره والعالم حبتني بهذه الصورة، في كثير ناس ممكن ما تتقبلني. أنا أكثر الناس اللي أشوفهم بالشارع اللي يصوروا معي واللي يقولوا لي نحبك، بليز للضعفين إحنا هيك حبيناك عن جد. فأنا أصلاً بحياتي العادية أو كحياتي الفنية أنا ما تغيرت. يعني لما كنت دموع بغني وما حد يعرفني ونجحت وأخذت اللقب وصرت دموع اللي أغانيها ضاربة وهيك، نفسي ما تغيرت. أحس نفسي طبيعية وما بسوي شيء يعني ممكن انا مو مقتنع فيه. وحبوكي بوزن زايد، ما عندك مشكله تضلك بوزن زايد أبداً. ما بتلاقي انه بيوقف بوجه اي شهره او اي نجوميه؟
لو وقف مكان اخذت لقب ذا فويس. ايه ما انت اخذت لقب ذا فويس كان عندك يعني، وانا اصلا كيف انشهرت كنت سمين خلاص، وبعدين انا وياك اصلا ما فرقني معنا يعني، ما رح نعمل رجيم رح نضل ناكل لنبعد. ليش انا امنع نفسي من شيء احبه؟ تحب الاكل؟ انت شوف ابو قص اللي يقص المعده إيه؟ لما انت تاكل قدامه يبكي. عن جد والله يبكي. انت شو اكتب اكل عندي؟ انا احب الدولمه. دولمه يعني محاشي؟ محاشي ايه محاشي. محاشي شنو؟ شنو محاشي يعني سوالف حكي؟ لا محاشي دولمه سوالف حكي. ايه محاشي؟ لا مين علمك انه قال لك محاشي؟ لا دولمه يعني نحن عندنا محاشي. ايوه محاشي. ايه شفت انا؟ محاشي قلت. ليه بتفرق بين محاشي؟ يعني هاي جمع حكايات. محاشي غير محاشي. اليوم انت اللغه دمرتها لي. دمرت اللغه العراقيه. راحت. شو بتحب وشو بتحب غير الدولمه كمان؟ كباب عروق. عروق؟ شو يعني كباب عروق؟ لحمة مفومة ايه؟ مع بصل وطماطة وفيها بقدوس. فيها شو؟ بقدونس. بقدونس ايه. كفتة يعني؟ مثل الكفتة، فيها طحين بتعجينها تخليها تتخمر مع الطحين وتعملها هيك بيدك وتقليها بيدك. ايه تصير اسمها كباب شو؟ كباب عروق. تطبخي انت؟ تطبخي؟ ايه بالطبخات اللي احبها. بتعرفي تعملين هول كباب عروق ودولمة ايه. الاكل اللي احبه بعرف اطبخه. والله ايه. برافو برافو. طيب خلينا نشوف انا وياك نشرت. انت منك ضد عمليات التجميل؟ نشرت اول فيديو عمليه تجميل لعليك، خلينا نشوفه سوا. قلت خليني اشوف شنو اقدر اسوي اللي لغلغي. انا قلت يعني ممكن اخذ موعد لو ما خفت. ف شفته مسكته، شافتني كان تقول لي هسه تفوتين تسوي العمليه. قلت له لا انا اخاف. سويت العمليه، راح اشوفكم فيديوهات قبل وبعد، ما توجعت والنتيجة خيالية. هلا جاكم دكتورة صور. هلو كيفكم؟ I love you. صوتي تعبان. تعبان يوم صوتها. بس مسكتها باليد وسويتها لأنه بالفعل لازمنا. يا حرام الوش الحلو ما تكوني عاملة لغلوغ. أي والله. شو اللغلوغ؟ شو يعني لغلوغ؟ هذا ابني الصغير. شو عن جد شو اللغلوغ؟ شو عملتي فيه؟ الدبل تشين. شو؟ الدبل تشين. دبل تشين. دبل تشين اسمه لغلوغ. احنا هيك ندلعهم. اللغلوغ يعني زلعوم. لا اذا في اكثر من دبل تشين ايه يعني تقريبا بيكون اولاد كثيره ان شاء الله. والله وش عملتي؟ بس عفوا شو عملتي؟ انا شلت الشحوم اللي فيه. اوكي. لان انا الشيء الوحيد اللي كان يعني زاعجني اوكي هو هذا. انه كثير عالم يقول لي وجهك طفولي حلو. اوكي. فهذا زاعجني وانا ما كنت راح اسويه على فكره. تعتبريها عمليه تجميل هاي؟ لو اعتبروها هيك ما عندي مشكلة، لكن أنا شفتها ضرورية سويتها. بموضوع الوزن رح أشوف صورة أنا وياك كمان، كمل دردشة ونشوف صورة مي العيدان. مي العيدان اللي تنمرت عليك على وزنك وعلى شكلك لما شفتك بحفلة وحكيت عن وزنك وربحتك جميلة، يعني مثل ما بقولوا أنه هي أشادت فيك على الرغم من وزنك وشكلك وشد الخلاف بيناتكم وصل للبلوك. شو بتقولي؟ من بعد نزلت صورة لك بالجيم، انت من وراء مي العيدان في التعجم يعني عملت لك عقده؟ لا لو عملت لي عقده كان لقيتني مين يعني مي العيدان صحفيه ما كان لقيتني 50 هسه وزني. لا كان تعمل. طب شو بتعلق على هذا الموضوع؟ كل انسان في طبيعه يعني ممكن هي تقدر انه تعيب على شخص بشيء معين. انا ممكن ما اعيب. انا غديت عليها وقتها قلت لها كرشي ما يقيمني عند اي احد. واو كرش هذا شو؟ طب انا ليش ما عندك مشكله تقولي كرشي؟ نو اوكي. ما انا انسان شو؟ انا انسان حالي حال العالم. يعني انت بتجي بتقولي انه ما ضروري يكون توب موديل، في كاريزما في طرب في ناس عم تسمع والباقي كله تفاصيل. والباقي كله حتى بال 2022 في ناس لو بال 2030 في ناس تحب تتفرج، في ناس تحب تسمع. واو انت موجوده للناس اللي تحب تسمع. بس حتى بدي لك شغله، انت ليش عم تحكي على فكره؟ تراني انا اخبل على لا بالعكس انا ترى اجنن والله. والله انت بس بدي لك شغله، انت جدا جميله والله العظيم. يعني وجهك جميل. لا شو والله انا بحكي مش انت تحكي، انا بحكي وجهك جميل وعندك جاذبيه ورائعه الجمال وصوتك مع شكلك كاريزما هائله. يعني في وزن فني قيم، يعني في مثل ما بيقولوا اورا، يعني طاغيه. انت طاغيه هالي. عرفتي كي. انا بعتقد يعني اذا بتضعفي بتخسر كثير منها. شوف انا بعتقد يعني احنا هسه بوقت يعني عبرنا مرحلة لازم تكوني ضعيفة حتى توصلي مزبوط. او يعني تعملي عمليات. انت تشوف اكو ناس اللي يعمل عملية، لو عملت عملية يقول ها سوت عملية وصارت تسوي عمليات تجميل. ما اسوي ف ما بتخلص على الناس اذواق. طيب شو بدنا نرد على مي العيدان ونفرجيها ادائنا؟ شو بنقول بعد ولا يعني ها هي شو بنقول؟ بس قبل هاي اكيد اول تحياتي لها طبعا.
حياتك إنو... كلها؟ آه صالحته؟ لا ما صالحنا بس شل... يعني ما عندك كره؟ شيء راح عدى يعني شو بقي بحياتنا احنا حتى نزعل؟ شلت البلوك؟ لا والله لأن أنا ما مو كثير يعني متابعة بالإنستغرام. أوكي. أنا بالسناب. كم فولوور عندك؟ 2.5 مليون. أمنوا قليل. يلا لقلك يا دموع شو بك سمعينا؟ سمعك؟ آه إذا بتسمعيني شو؟ يلا نسوي له بدالي؟ لا بدي إياها يعني ها هي أو بعد. بعد. أوكي يلا. شو بنقول بعد بعد؟ آه. يلا بعد. كم 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 كم, كم استماع؟ 197. 97 مليون. ايه. تكلي على الله. يلا. حدك. آه. عليك يا عيون ما تقولي له هيك ما تقولي له هيك ايه لا 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 ها يا عيني يا ليلي هي فرصتي خبر بي العمر وش ما كبر بي العمر أكثر يزيد جنوني يلي أنت من دون البشر قفلت عليك عيوني بعد حبك بالقلب قعد يا عمري ما حبك بقلبي عايش يعني انت كل شي بدنيتي احبك ولا تناقش ما ينمحي نقش بحجر حبك بقلبي عايش يعني انت كل شي بدنيتي عيوني لك احلى غنيه انا حلو مو عم فكر ارجع اسمعها والله العظيم حضروا حالكم رح نختم الحلقه فيها بعد ببالكم يغني ابدا لا بس ابدا بس عارف انه انتم مبتسمه بتبكينا بتعملين لنا شجن يعني انتم مبتسمه بس كيف يعني شو هالوجه المبتسم بس بذات الوقت بيطلع كثير شجن كثير ضغط يعني صوت كثير جبروت كثير هلا انا ما يعني عن جد بقولوا انه بتعسر
بس انا في بعض يعني انا بكمش مثلا احساس معين، بكمش فنان معين، بلقط له كل شيء هو قاصد يقوله، خلص بكمشه. يعني انا بقصد بعرف انت شو بتحب تقولي، بعرف انت شو عبالك تعملي بالناس، فانا بحسه صح. مرات I love you too عن جد. اوكي صورة جديدة يلا. لجنة عراق ايدل، حاتم العراقي، رحمة رياض، وسيف نبيل. ليه منك منك بعراق؟ ليه منك بلش يتحكم عراق ايدل؟ ليه رحمة مش دموع؟ طبعا رحمة فنانة كبيرة اكيد طبعا، تحياتنا لها. نعم بس لا يقارن صوت رحمة بصوت دموع. هلا انتبه، هلا في يعني بعتقد كثير اصوات لا تقارن بصوتك. رحمة غير ستيل، الرومانس الناعم. نعم صحيح. الكوكب يعني اللي بياخدك على غير كوكب. انت اللي بتعيشين الشجن الاحساس. ليه ما انك بعراق ايضا؟ انا مستحيل امنح نفسي يعني انه اقدر اقيم احد طالع من الشباب الجداد، لانه انا اعتبر نفسي لسه قدامي الوقت لاتعلم واسوي اسمي وغيره وغيره. سيف ورحمة مؤهلين؟ ما اعتقد الموضوع صار على مود تأهيل. اجاهم انتقادات انه غير مؤهلين لانه ما صلوا زمان. اوكي العالم حكوني ليش احكي شو خاص؟ بتوافق ايه؟ ممكن مثلا انت لكن لو لكن لكن ليش لا؟ بس انت لو اليوم بدك ممكن غير رحمة عادي، شو المشكلة؟ ايه بس لو انت يعني اليوم رحمة، مش عم بحكي رحمة، لنقول شكلي رحمة حطي أصيل هميم. واي نوت؟ أصيل فيها تقيم أصوات؟ هم البرنامج اختاروا هذه الأصوات. يعني عم بتحكي البرنامج اختاروا وجوه تجارية أكثر من وجوه هذا تحكيمية. هذا الواقع اللي الكل يتكلم فيه. اليوم دموع بهيدا العمر اللي هي فيه اليوم ما قدمت لا على عرب ايدل ولا على ذا فويس، بدها تقدم، بتقدم على عراق ايدل مثل ما هو اليوم؟ صراحة أنا؟ ايه؟ لا. ليه؟ طب إذا أنت يمكن أنا برأيي أعتبر البرنامج عراقي أكثر مما هو عربي. أو أنت بدك تروح عشي عربي. أنا قدمت بذا فويس، أنا بعرف الوطن العربي كله يشوف هالبروغرام. أوكي. فأنا يعني أعتقد أنه البرنامج شوية عراقي محلي بزيادة يعني. يعني بس بالعراق. طب إذا أنت اليوم بدك تعمل لجنة عراق عادل، مين بتحطه؟ ثلاث أسامي عراقيين. أعمل لجنة؟ كاظم الساهر. أو تاني؟ ماجد مهندس. والثالث وليد الشامي. وليد الشامي وعلي صابر. اكيد طبعا. هلا قد ايه عندكم فنانين؟ اسم الله عليكم. قد ايه احنا كنا كل الفنانين حتى الشباب اللي يطلعون ب طبعا وسيف ورحمه وكلهم وحادم حتى. احنا اليوم كنا يعني كنا فنانين ما شاء طبعًا الله. الباحة الموضوع جاب راسي انه جعفر الغزال، نور زين، الله يعني احنا رياض كلنا ومحمود ما شاء الله كلكم. محمود ايه طبعا محمود التركي كلنا والله العظيم اصوات تخبر كلكم بتجننوا صراحه. بس يعني انت ما بتحبي لقب نجم او نجمه العراق الاولى؟ ما بتحبي هذا اللقب؟ شوف هو لم يعني هواي يمكن صار حكي على الموضوع. رحمه ما قالت اني، قالت احب اني اهدي لنفسي هذا الشيء. هذا الشيء خلينا نقول انه هي حبت تكافئ نفسها انه تقول لنفسها هذا الشيء، مو عيب ومو غلط. انت حافظه اغاني لرحمه مثلا؟ الكوكب حافظيها شوي يعني، بس اعطيني مثلا 30 ثانيه منها. 30 ثانية؟ ايه بس عم تقولي شوي شو حافظة منها؟ لو سألتي. ايه. كون نصير انا وياك نجمة بالسما وغيمة، نسافر فوق ما نرجع، نعوف الكوكب وضيمة. اخ طب عندي سؤال، بتغني للعراقيين لفنانين من جيلك؟ ما عندك مشكل يعني؟ هلا اذا طلبت منك طلب الطلبات، اذا قلت لك غني لي على القليل مقطع، اذا حافظه لا اقول لك ضحى بيا. مش معقول بكون حافظيها. ضحى بيا لا صدقة يا قوية، جبت عمري يا ضحيلة. وين خلص مش آخ. آخ يلا إلك شو غني لي ضحى بيا. يلا لا بع الميكرو هات الميكرو. ايه ودق لها شوي. دق لي. مش حافظها؟ صرت تكون حافظها. ضحى بي للصدقة يا قوية، جبت عمري ضحينا عفنو جاسة لالي بلذية، لصدقة يا قوي أول ما اجت فرصة على الأوطان.
صرت مالو صرت مالو وين العشرة والأيام حبك راحش بسرعة بعتو بالعشق ضحيت ما خليت خط رجعة روح انطيتك وداريت كنت مصدق الدمعة ثقل علت الدنيا ترش ما يصعدت وقعت لك آخ عليك يا دموع لك آخ عليك ضحية يا دموع حلوة لك يا ريت فينا ما نحكي وضلك عم تغني صورة كمان حنجرب نوصل فيها من الصورة على الغناء يعني هاي الصورة اللي نحط حجي للغناء صورة لجنة حكم The Voice حاسد حلين الشيرين قازم الساهر وصابر الرباعي طب لو كنت مع 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 هيدي اللجنة بالبرنامج مين كنت نقيتي؟ أنا طبعا أكيد أحب كاظم الساهر لكن شيرين كنت شو؟ كنت شفتي قازم ونقيتي شيرين وأنت عراقية أي أنا أحبها والله ما دخل يعني ممكن أطلع بعدين يقولون حاز أو شيء لا بآخر لايف غنيتي لشيرين ما هيك؟ في تواصل بيناتكم شي مرات وصلته؟ لا والله والله إذا توصلته سلبي لي عليا كثير لا هشام بيموت فيك حبيبي أنا أموت بشيرين أنا أحب شيرين بتجنن شيرين أنا ما أقدرش يعني ما في يوم بيقطع ما بسمع شيرين شو هالشيرين هاي؟ شيرين بصمة في في الغائب في شيرين آخر 20 سنة قصة كبيرة بالصوت النسائي بالعالم العربي بتجنن. شيرين أيقونة شيرين يعني. هي شيرين طب عود سمعينا شيرين شيرين لا لا عم تمسحي لا حلف دموها ما أنت ما بقيت أغنية ما خليتنا يلا هاي هدي حلو تجيب ضيف وتخليه تحب صوته وتخليه يغني لك كل شيء بدك اياه يعني نوع من استعباد اكثر من انا قاعده ادندن لك شويه قاعد ادندن دندن لي وبس يلا الك يلا دو زمن دل كذابين تمكنوا كتروا في الزمن دل كذابين ما بوش بيبتكر خلص ما باش وجودا كملوا معنا رد الطيب فين وعودك من لك كان حلم عمري وتقلب لا كل ما انسى لك كلامك برجع افتكر في الزمن ده الكذابين اتمكنوا كتروا في الزمن ده الكذابين ما بقوش بيبتكروا شو هذا كتير حلو والله كتير حلو طيب هلا أسئلة سريعة من وحي أغنيتي اللي عملي كيها علي صابر أمنيتي نعم. رح أطلب منك هيك كم تكفي لي كمان مكسرة الأرقام أمنيتي أمنيتي أضعف كم كيلو ولا كيلو ولا كيلو أمنيتي غني على مسرح قرطاج ممكن قرطاج ايه. واو أمنيتي عامل ديو مع راشد الماجد واو أوه راشد الماجد ايه شو بتحب شو بس أحلى غني لراشد عندك كل شيء احبه شو بس كل اغاني عنده اغاني حلوه كثير اسمع لها كثير حلوه امنيتي يكون عندي رصيد بالبنك قيمته مش بلبنان اكيد بيسرقون بس انه برات لبنان الفلوس ما تهمني هواي عملتي ثروه صار معك ثروه عادي حالي حال انسان يوم يكون معه يوم ما يكون يعني مليونين دولار كيف اذا تريد تزود عليهم مو مشكله امنيتي اتجوز وجيب كم ولد حاليا ما فكر بهالموضوع ما مفكره بهالموضوع لا لسه بتحس انه الزواج ممكن ياخرك ياخر احس نفسي مو قد هالمسؤوليه حاليا لساتني احس نفسي لساتني صغيره طفله امنيتك للعراق
أتمنى العراق، أتمنى الشعب يعيش براحة وأمان، وما أشوف واحد فقير بأي مكان بالشارع بالعراق. وفي كتير فقراء اليوم؟ طبعاً أكيد. على بريك كيف بدك تروحي؟ بدك تروحي بأمنيتي ولا تروحي بغنيتك الجديدة؟ شو اسم غنيتك الجديدة؟ أي باه. إيه؟ أي باه. أي باه واللي قبله كمان عملي. لو بدالي. لو بدالي. شو بدك أمنيتي؟ لو بدالي. لو بدالي. لو بدالي. يلا لو بدالي. على بريك ومن بعد البريك بنحكي كلمتين. بروح يعني هاي حبك. يلا روحي. لو بدالي تشوف حلمي من نام بليلي إجان ميت لهف تجيني وعالحلم تحكي لي لو بدالي تشوف حلمي من نام بليلي دموع تحسين اهلا وسهلا فيكي هيدي كان مجيئك على لبنان هيدا كان حضورك بلهون وبس هيدا صوتك اللي ما كتير في منه هيدا صوتك اللي عن جد باخر بركه ما بعرف كم سنه ما طلع مواهب بهيدي قيمه هيدي الموهبه هيدا الصوت اللي ما بيتعب اللي ما في شيء بيوقف قدامه ولا طبقه بتوقف قدامه شفت من زمان عبالي استضيفك واستضفتك وانبسطت انا سعيده جدا انه التقيت بك اولا وانه استضافتني وإن شاء الله يا رب تكون حلقة جميلة وخفيفة بس عليك إنه العراق بقلبي وكل الفنانين العراقيين لبنان بقلبي والله العظيم والله أنا آخر فترة يعني مدمن على الفن العراقي وما بحط سيارتي إلا عراق وكله بقولي لسه أكثر الأغاني يعني ضاربة يا العراق اليوم اليوم إيه اليوم الاستماعات وهذا نعم. كله ما العراق وجرفنا العراق معه على فنه هلا هالفن اللي انفجر بفرد انفجار دموع لعلك الختام قال يعني ها هي هالمقابلة ها هي اوكي والله هاي خلصت مش حلوة؟ اي طبعا قال يعني ها هي قلبك قطع بي يمكن انا اكثر فنان غنى هنا اغاني اي بعتقد لا انتبه يعني وببلاش اكثر وحدة يعني يعني اذا بتضلك تقولي لي ايه للصبح قول والله قول والله لك انت فدوى روحي فدوى قلبي فدوى لعيوني فدوى لعيوني هسه قلبي هسه روحي هسه عيني يا دموع يا ابويا لا يا حياتي على دولمه يا جد اخرس يا كلب اخرسنا الله يعينكم علي حسيت عراقي اجتني مزبوطه يلا لك لكان مشاهدينا الكرام هاي كان دموع تحسين هذا حضورها وعرفناكم عليها ولقلك قال يعني ها هي مشاهدينا بشوفكم جماعة الجاي بحلقة جديدة أورفار إمرسي لقلك ها يعني ها هي قلبك قطع بي ما يهمك فراقي فتشغل عادية هيك العلاقة تهون وعشرتنا منسية لا فكرت بالحب ولا لا فكرت